نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط اول احمر. مفيش ولا اروع ولا اجمل من ده. شوط لعبا ونتيجه زي ما انت قلت. الحقيقه مجهود، تركيز، لعيبه عندها روح، لعيبه بتلعب الكره اللي عندها، فاثمرت عن 3 اهداف وكانوا ممكن يبقوا 5. فباذن الله يكون نفس الشكل ونفس الاسلوب ونفس الطريقه ونفس الروح ونفس الثقه اللي في اللاعبين دي عشان يكملوا المباراه اليوم النهارده على خير باذن الله. وما نحاولش نخليهم نادي الزمالك يخشوا معانا في الجيم في اي شكل. صحيح. نلعب كره بقى سليمه من ورا، ما نجيبهمش عندنا. حته الضغط علينا من نص ملعبنا والديفنس بتاعنا لازم يكون فيه شكل اسرع، تحركات للاعب. اي لاعب اهلاوي لازم 2-3 يكون بيظهروا له عشان حاجه تبقى سهله مع تحركات محمد شريف والاطراف اللي احنا كل اللي كنا متخوفين منه يبقى علينا بقى لينا. الحقيقه احنا صحيح. اللي نفذنا، احنا اللي جات لنا كوره من الخلف، احنا اللي طلعنا بالاطراف، احنا اللي كان عندنا التصويب زي ما الكباتن قالوا، شكل التصويب والهدف الاولاني. حقيقه حاجه منتهى الروعه باذن الله. نكمل على خير باذن الله ونبارك لبعض بعد المباراه باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، اسباب تفوق النادي الاهلي من وجهه نظرك الفنيه؟ امتلاك كل حاجه في الملعب. بدايه امتلاك نص الملعب كويس قوي، انتشار ممتاز، تسليم وتسلم على اعلى مستوى، بيلاقي المساحات اللي بتدمى لعيبه النادي الاهلي بيدور عليها. الى جانب ان اللي مساعده كمان قوي ان لعيبه الزمالك سايبين له كل حاجه. لعيبه الزمالك البدايه اللي عملها النادي الاهلي واحنا اتكلمنا عليها افقدته بحته التركيز دي. عشان كده هو مش لاقي، يعني هو ما دخلش في الجيم خالص لحد الشوط لما خلص، لان هو مش مستوعب ايه اللي بيحصل. تحركات كلها زي ما اتفقنا، بيرسي تاو، محمد مجدي، مفيش مركزيه خالص. الوحيد زي ما بقول لك قلت لك يا ايمن، محمد شريف اللي في مكانه بس. لكن الباقي كله بيتحرك تحرك سلس جدا. نص الملعب انت ممتلكه تماما بفضل حمدي فتحي بيرجع ورا، ديانج وعمرو السوليه كل حاجه النهارده تحرك كويس قوي، تسليم متسلم النهارده مفيش اخطاء خالص. انت ممتلك زمام الشوط كله. صحيح. حتى الارقام بتبين يا كابتن علاء على الشاشه. ما دي حقيقه ايمن. يعني بص الاستحواذ كام؟ 61 39 صحيحه 245 282 نادي الزمالك 179 215 يعني انت نزلت الترتيب بتاعك 90% دي عاليه جدا. فانت بالظبط انت عامل شوط ممتاز في كل حاجه. صحيح. اللي مساعدك كمان انتشار لعيبتك بحريه كويسه جدا في نص ملعب الزمالك. مظبوط. كابتن بلال، يمكن الثلاثيه المبكره احنا من زمان كان يعني بنقول ايه، جيب الاول جيب الثاني، جات لك الفرصه انك تجيب مبكر، جيب واحد ثاني، جيب ثالث، اقضي عليهم. ده اللي حصل الشوط الاولاني. الثلاثيه المبكره دي ادت الافضليه طوال الشوط الاول للنادي الاهلي. احنا قلنا كابتن الاول، خلينا نقول ان شوط متميز للاهلي. صحيح. تمام. استغلال خوف وقلق ورعب لعيبه نادي الزمالك. تمام. بدايه جيده بالنسبه لك، تسجل الهدف الاول والهدف الثاني والهدف الثالث، وكان عندك فرصه انك تسجل اهداف غير كده، كان عندك فرصه انك تسجل الهدف الرابع والخامس. لو المباراه مشيت بالطريقه دي تمام وبالريتم ده ممكن نوصل لـ5. تمام. عندك ثغرات كبيره جدا جدا عند نادي الزمالك، حارس المرمى تمام، محمود علاء، اتنين من العناصر اللي تقدر تشتغل عليهم كويس قوي قوي قوي. انت شفت يعني محمود علاء النهارده نقطه ضعف كبيره جدا قدر يستغلها النادي الاهلي بضغط عملها محمد شريف، راحت لعمرو السوليه النهارده اللي بيقوم بدور رونالدينيو وبيعمل كره يعني رائعه جدا جدا لمحمد شريف، هدف من الاهداف الشيك اللي شكلها حلو. الاهلي النهارده استغل كل حاجه، استغل الاطراف، استغل اللعيبه اللي فايقه في نص ملعب. لو جينا نعمل مقارنه كده ما بين لعيبه الاهلي والزمالك في نص ملعب اللي هم المتسيد اللقاء، هنلاقي لعيبه نص ملعب بتاعت الاهلي في حته ثانيه مختلفه خالص. صحيح. تمام. اليو ديانج والسوليه بيعملوا مباراه النهارده رائعه جدا جدا، بيقوموا بكل الادوار. ديانج النهارده بيسجل هدف، عمرو السوليه بيصنع هدف، ادوار مختلفه تماما. يا عمرو السوليه بيصنع الهدف منين؟ من 18 في نادي الزمالك. الادوار المختلفه تمام اللي بيقوم بيها لعيبه نص ملعب نادي الاهلي هي اللي ادت العامل انك يبقى كعبك عالي وانك يبقى. صح. انت الافضل على نادي الزمالك على عكس لعيبه نادي الزمالك. الاستغلال الجيد للفرص هو اللي خلاك في الحته دي. تمام. انا بس الفكره كلها نقطه صغيره ان مش عايزين حته الريسك، ما تبقاش ريسكي. أيوة. قوي يعني في الشوط الثاني، يعني نادي الزمالك برضو نادي كبير، لو جاب جول هيدخل في الماتش. حيقر. مش محتاج ان انت تباصي قوي في ال 6 يارد عشان تثبت ان انت تيم كبير. الاهلي تيم كبير، الاهلي الافضل. لو مشي بالاداء ده اعتقد هنروح حته ثانيه مختلفه خالص وهيبقى المنافسه محسومه للاهلي باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، الشوط الاول شوط اكثر من رائع للنادي الاهلي. مستر موسيماني، فكر ازاي الشوط الثاني؟
موسيماني هيقول للعيبه، لو انا من موسيماني اقول للعيبه لازم انزل الشوط الثاني عندي نفس القوه في الضغط، نفس القوه في الحماس، في الروح، في الالتحامات، في كل شيء، انسى ال 3-0 اللي انتهت بيها نتيجه الشوط الاولاني، مش عايز ارتكن ليها، مش عايز يبقى عندي الهدوء في الشوط الثاني، لا عايز ازود الاهداف واحط الزمالك تحت ضغط. مباراه الاهلي والزمالك مباريات بتتكتب في التاريخ، الشوط الاولاني مكتوب في التاريخ دلوقتي، لكن احنا بنتكلم على المباريات بتكون 90 دقيقه. صحيح مظبوط، النتيجه بتتقال بعد 90 دقيقه. عندنا سيناريو السوبر المصري مزبوط. كان 3-0 للنادي الاهلي ورجع الزمالك بهدفين 3-2 والاهلي ضغط اخر ثلث ساعه. صح، معنى ان الزمالك يسجل هدف وتبقى النتيجه 3-1 بدخله بقربه من اللعب تاني. لا، النادي الاهلي النهارده لو عنده القدره انه يسجل تاني يسجل، يحافظ على 3 اهداف يحافظ، لكن لازم انسى 3 اهداف اللي انا سجلتهم في بدايه الشوط الثاني. صحيح، زي ما احنا قلنا الاطراف هيكون لها الافضليه، شفنا علي معلول النهارده ليه افضليه بشكل كبير، حمدي فتحي بيقوم بدور اكثر من رائع في دفاعات النادي الاهلي النهارده وعامل توازن بشكل كبير. بدر بانون لازم العب بسرعه ورا، ما ينفعش النهارده اعمل الريسك وان انا انقل الباصات الصغيره على ال 18 او في ال 6 يارده تتقطع تخش فيها جول، لا ممكن سن جزمه تطلع قدام عبد محمد شريف، لان بدور اكثر من رائع النهارده بيعمل اسيست لعلي معلول، بيستلم الكره بيحطها له من ورا حمزه المسلوسي، ومفروض النادي الاهلي يشتغل على الجبهه دي بشكل اكتر، جبهه محمود علاء وحمد المسلوسي، النادي الاهلي يقدر يخترق فيها بشكل كبير. يعني انت شايف ان مستر موسيماني مش هيغير طريقه؟ انا لو منه ولا غير افراد ولا غير لعيبه. انا الشوط الاول انا ناجح بنفس اللعيبه اللي موجوده في الشوط الاول، ناجح بنفس الاداء اللي انا بدات بيه، اكمل الشوط الثاني بنفس الاداء. كابتن شريف، وجهه نظرك ايه في كلام كابتن اسامه؟ انا نتناقش مع بعض كلنا في بيرتساو، يعني بيرتساو هل ممكن يبقى في تدويره؟ في احنا طلبنا ايه؟ قلنا لو ربنا ادانا وكسبنا اول شوط بنتيجه كويسه بدي حريه للجهاز الفني ان هو يقدر ينفذ الشكل، يغير بالشكل اللي عنده بره، يديله دفع اكتر، يديله تعظيم اكتر، يخليه قاعد مستريح اكتر في نص ملعبه، ما يبقاش فيه ضغط على اللاعبين كلهم. يجوز ده ويجوز الرؤيه اللي هو شايفها. فاعتقد انه من بدايه الشوط الثاني او بعد 10 دقائق عنده حريه كبيره جدا يحافظ على المكسب ده. يحافظ على المكسب ان هو يغير بتغييرات بلعيبه عندها سرعه، عندها استعداد ان هي تمسك نص ملعب اكتر من كده. كابتن علاء، لو في تغييرات زي ما بيقول الكابتن شريف، طبعا هو ما اظنش ان هو هيغير بين الشوطين، لان انت عندك افضليه على الزمالك ويعني متحكم في ايقاع اللعب. افضليه كويسه و 3-0 وكله بيأدي كويس جدا، مش محتاج تغير الوقت، يعني هتستنى شويه مش اقل من ربع ساعه تلت ساعه كمان وتبقى انت تبدا تبص انت عايز ايه. لو فضلت النتيجه زي ما هي ممكن تزيد كمان يعني ان شاء الله. الفكر ان انسى النتيجه دي، انا ادور على الرابع، يعني الزمالك هيدور على الهدف، لا انا عايز ادور على الرابع عشان الموضوع يتحسم تماما. ما تديش الزمالك امل في اي حاجه خالص مهما كان. الزمالك فريق كبير وعنده لعيبه مؤثره، انا طريقه كلامي نفس الطريقه، نفس الضغط ونفس الاستحواذ في الملعب، وادور على الهدف الرابع، هو ده الكلام اللي يتقال. غير كده زي ما بيقول كابتن شريف، بعد مثلا تلت ساعه ولا حاجه ابدا اعمل حته تنشيط لعيبتك، وعندك دكه دولاء ممتازه برده قويه. طيب كارتيرون بيفكر ازاي؟ كارتيرون هيحاول يدور على الهدف الاول، يعني هيدور على الهدف الاول عشان يقدر يدخل بيه حتى معنويا الجيم، لان الجيم كده بعيد جدا جدا جدا. وكمان هيحاول ان هو يظبط الحته الدفاعيه، يعني ممكن يبقى في تغيير لمحمود علاء، اعتقد يعني اعتقد من وجهه نظري لو هو شايف الجيم زي ما احنا شايفينه كده هيغير محمود علاء على طول، ويغير عمر السعيد وينزل بالجزير وينزل بعبد الغني، ده الطبيعي يعني، ده الامر الطبيعي المفترض. هتبني كويس قوي في الحته الدفاعيه وبعدين تشتغل كمان في الحته الهجوميه في نفس التوقيت. لكن بالنسبه للنادي الاهلي هو ممكن يبقى فيرستاو مكانه الشحات، تبقى تغيير تنشيطي هجومي للنادي باذن الله. كابتن اسامه، توقعاتك سريعا للشوط الثاني. اتمنى ان النادي الاهلي يضيف اهداف ثانيه، خاصه ان حاله الزمالك في الشوط الاول يعني ممكن لعيبه النادي الاهلي تستغلها. وزي ما بقول الماتشات دي بتتكتب في التاريخ، زي ما قلنا في اجيال كسبت الزمالك 6 و4، الجيل ده ممكن بمباراه اليوم لو في التركيز والحماس ونفس القوه اللي لعبوا فيها الشوط الاولاني ممكن يكون في اهداف ثانيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل توفيق النادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.